بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي الأعزاء، اليوم سأقدم لكم وصفة لإنبات الشعر خاصة للإناث أو الذكور الذين يعانون من الصلع. إذن هذه الوصفة مجربة مني أنا شخصيا، تساعد على إنبات الشعر وكذلك ملء الفراغات. إذن نحتاج إلى 5 مكونات وهي كالتالي: لدينا المكون الأول وهو الروزميري، وهو إكليل الجبل باللغة العربية الفصحى. إلى ملعقة كبيرة مملوءة من الروزميري أو إكليل الجبل، نحتاج أيضا إلى ملعقة كبيرة من القرنفل. إذن هذا هو القرنفل. نحتاج أيضا إلى المكون السحري وهو مسحوق نواة التمر. إذا نأخذ نواة التمر ونقوم بحرقها في الفران إلى أن يصل لونها إلى اللون الأسود، ثم نقوم بطحنها بالآلة الكهربائية أو بالمهراس. إذا المهراس. نحتاج أيضا إلى كمية من الزنجبيل حوالي ملعقة كبيرة، نقوم ببرشه فيما بعد. نحتاج أيضا إلى كأس من الزيت زيتون، إذن زيت زيتون الحر. إذن ننتقل إلى طريقة التحضير. نحتاج إلى كنينة زجاجية أو برطمان زجاجي بهذا الحجم. نقوم بوضع كل من إكليل الجبل، نضيف ملعقة القرنفل، نضيف أيضا ملعقتين من مسحوق نواة التمر. إذن ملعقتين كبيرتين من مسحوق نواة التمر، والذي له فائدة عظيمة للشعر. نضيف أيضا الملعقة الثانية. إذا نقوم ببرش قطعة الزنجبيل الطازجة. إذا نتحصل بعد برش الزنجبيل الطازج على ملعقة كبيرة، نضيفها أيضا. وأخيرا المكون الخامس وهو زيت الزيتون كأس كامل، إذا كأس 240 مللتر، نضيف كامل الكأس. إذن ونخلط جميع المكونات بهذه الطريقة. نتحصل على مزيج غني بالمواد الطبيعية. نخلط جيدا. إذن نتحصل على هذا المزيج. إذن بعد خلط هذا المزيج نقوم بغلقه إغلاقا محكما باستخدام ورق الألمنيوم، إذن بهذا الشكل. إذن هذا الخليط يحتاج إلى مكان مظلم لا يوجد به الضوء، ونقوم بغرقه بهذا الشكل. نقوم بوضع هذا البرطمان الزجاجي في الخزانة أو في مكان مظلم لغاية مرور 10 أيام. إذن بعد مرور 10 أيام نقوم بتصفية هذا الخليط، ونتحصل على زيت طبيعي 100%. إذن يحتوي على مواد بها فوائد عظيمة، نقوم باستخدامه يومين بالأسبوع، وبإذن الله تعالى ستجدون النتيجة من أول شهر من الاستخدام.
أتمنى أن يعجبكم وهذه الوصفة الجد رائعة وأن تجربوها، وبإذن الله تعالى ستجدون نتيجة مرضية عن تجربتي الشخصية. إذن مكوناتها كلها طبيعية ومفيدة للشعر ولبصيلات الشعر خاصة، من الزيت الزيتون إلى إكليل الجبل إلى القرنفل وكذلك الزنجبيل. إذن تحياتي أم محمد أمين.